السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساءكم أعزائي المتابعين في كل حتة وفي كل مكان. من زمان مو قايلها، حدي متحمس لأني من زمان مو منزل أي مقطع على اليوتيوب، والحين إحنا سنة جديدة فقلت ليش ما أنزل شيء جديد. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هذه السنة تكون سنة خير علينا وعليكم وعلى أهاليكم، وتكون مليئة بالأفراح والأمور الطيبة. الحين خلينا في المهم، اليوم راح أسوي لكم بارت 2 من مقطع قوي سويته، واضح من العنوان والثمنيل صح؟ راح اطلب نفس الطلب اللي السياره اللي قدامي راح تطلبه، مو بروحي انا واثنين، راح اوريكم من هم بالسياره. والشخصين اللي راح يكونون معاي في هذا التحدي واضحه، عزوز كان موجود في التحدي اللي قبله، ولكن اليوم معاي شخص جديد. حسين نداف. يو يو يو، حدي اليوم متحمس حق فيديو الأكل. أنا إنسان أحب الأكل. حبيبي أنا حدي يوعان. أنا ميت يوع. هالمرة أقوى من المرة اللي طافت اللي كل ما يروحون يطلبوا لي كزميل. هالمرة. لا حبيبي إحنا ما كان كيفنا. إحنا مو بكيفنا. إحنا. يوم أنا أدري أنا اليوم. إحنا اليوم في المقطع اللي طاف كنا نروح مطاعم وكل مكان أعطانا يعني صمونة صغيرة قهوة واحدة، يعني توقعنا إنه يكون في عدد كبير من المأكولات عندنا، وأيضا ندفع مبلغ كبير بس ما دفعنا شيء، كان شيء جدا بسيط. يا جماعة اليوم الخميس حلو، فأكيد الناس راح تطلب حق أهاليها، راح تطلب حق البيت، يعني راح تطلب شيء كبير، راح تطلب أشياء عائلية، وهذا هي لعبتي أنا العائلية. المنقذ إذا كان في أكل زايد عند الموضوع. أوكي بس بحكم إني أنا قاعد أسوق أبي أعطيك أنت الكاميرا. جيب جيب جيب. أيوة سنعنا أنت عاد وصور نفسك هذه. ها عزوز استعد. انا حدي مستعد يا جماعه، بس حبيت اشكركم على دعمكم لي المقطع اللي طاف، وصلنا فيه اكثر من 10000 لايك، وكنت وعدكم وعد ان راح اسوي لكم بارت 2 وهذا انا افي بالوعد، وايضا قلت ان لو وصلنا 10000 لايك راح اسافر المانيا عند ايوب حسين ايوب اللي كان معي في المقطع علشان اسوي نفس هذا الفيديو ولكن في المانيا، وان شاء الله بس يصير عندي وقت في الدوام ويكون عندي إجازة وأيضا الفلوس الكافية راح أسافر هناك وأسوي لكم التحدي نفس ما وعدكم. حسون حسون عطنا عطني. شوف السماء شوف السماء شوف السماء. شنو هذا مو قاعد تصور؟ أمبلا قاعد تصور. شوف شوف السماء ما شاء الله. جبار. عجيبة. كنا شو اسمه توي ستوري السماء مالت الفيلم. اوكي يا شباب وصلنا الى شارع المطاعم في الكويت، هذا المكان مليء في المطاعم فهذه فرصة جيدة ان نسوي هذا التحدي. طبعا هني للأسف ما في درايف ثرو، يعني ما راح يكون في سيارة قدامنا ونطلب، ولكن بما ان في وايد سيارات تطلب ايضا هني والراعي المطعم يطلع برا، فاحنا راح نصفط هني. اوكي شوفوا مثل شايفين هني في سيارات قاعد يطلبون، فاحنا راح نوقف هني ونقول حق راعي المطعم ان نبي نفس الطلب مال السيارة هذه مثلا او هذه او اخر طلب. هذا شنو المطعم؟ كابوريا. خلاص يا جماعة راح نطلب نفس السيارة الحمراء اللي قدامنا الكامارو. شوف عاد يرضى يتصور ولا لا؟ انا ما راح اصوره بصور نفسي. السلام عليكم يعطيك العافية، عادي تطلع معي بفيديو على اليوتيوب؟ لا. لا؟ طيب انا شوف انا مسوي تحدي. ابي اطلب نفس طلب السيارة اللي قدامي بس مش عاوز لا تقول لي شنو الطلب. يعني بس اعطيني الطلب وانا راح احاسب وهي مفاجأة يعني. تمام. حاجة ثانية؟ ابي لا سلامتك شكرا. اوكي يعني هذا من حقه ما يبي يطلع في الكاميرا، انت مو مبين شنو ظلمة بلشت تظلم الدنيا حسافة، احنا مشكلة لو طلعنا مبكر ما راح يكون في ناس طالعة تاكل، واذا طلعنا بالليل الاضاءة تكون سيئة. لا مبينين انتم عارفين احنا منو صح؟ انا دعيت حوتري وهذا نداف. انا عزوز. او عزوز صح نسيتك والله مو مبين عزوز شو. عزوز شبح الحين نطلع بس. سؤال صاحب فلوس انت يمكن ما عندك كرت. اوه انت ما عندك فلوس؟ لا احنا جايين نسوي تحدي بدون فلوس. لا اكيد عنده كانت يعني مطعم كذي ما في كانت. نشوف شنو خاش لنا. انت شفتها ابتسم قال يلا خلنا عطيك المنيو كله. دخلنا التحدي. عطني خلنا اصور. عطني انا خلنا اصور. اوكي بس الريال ما يبي يطلع. ما يحب. هذا شنو؟ اوه اوكي الحين انا شوي اصور لك. ادفع اول ادفع. اذا بدك كثير لا هم بس وجبه وسندوتش. اوكي وجبه وصمونه. ايوه وفي هني شيبس.
هذا هو كم الحساب؟ 3 دينار و200 ثلاثة دينار و200 جاهز وناكل الحين انا اوزع ال الكل شاف باسوردك. اوكي بسم الله نبلش. اول شيء طلع لنا عباره عن هذا بيبسي. اوكي بيبسي واحد واحنا ثلاثه. هذا اول شيء بخلي الكيس عندك. اوكي وهذا طريقه تقديم الصراحه وايد يازت لي وايد يازت لي. شوف بطاط كاتشب مايونيز صراحه قبل الله هذا بحب والله دائما نبي اكل تكفى. ابلش قبلك بسم الله. ويت ويت عزوز عزوز ها بعطيه حق عزوز لانه عاده ما ياكل الصمونه لو كان وفيني صمونه ما ادري صمونه شنو الصراحه شنو هذا؟ هو صمون لا بعد في بعد في اوكي بس في هذه واحده طويله وواحده اللي هي مدوره اتوقع هذه تشيكن يمكن هذه لحم. اوكي ايوه تبي انت ليش تبي تاخذ الكبير انا يعان هذا يعان زين. اوكي راح مو هذا المطعم الوحيد اللي راح نمر عليه ارفع بشوي خلينا نشوف احنا اول شيء شنو هذيلي بس تي ما في شيء بالتشيز. اوكي نفس ما توقعت هذه تشيكن وتبدل شكلها قوي لا راحت عليك. اوكي وهذا اول مكان بسم الله. طعمه شكن عادي شكن انا لازم شنو بتقول زين شنو طلع لك شوف طلع طلع لي شنو هذا شكن 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 بس طواليه نجرب نجرب يمكن غير اللي عندك تفضل ماكو زيت سبايسي. عزوز شو البطل؟ والله عزوز انا ما اشوفك ابدا انا شبح بس اكل هذه لويا هذه اشوف 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 خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف هذا حاطين لك معاها اشياء كان هني مرتدلة او شيء كذي طعمها هذا الرجال بيطلع من السياره خليني احرك السياره شلون طعمها طعمها تشيكن بعد تقص علي انا اقترحت اقتراح على الشباب ان من بعد هذا المطعم المطعم اللي وراه راح ننزل داخل المطعم وناكل ونصور علشان تشوفونه لان حرام عزوز مو مبين وان الدافخه نصه مبين وانا بعدها ما اتوقع ظلمه خلصت عطني الكاتشب والمايونيز عطني اوكي اوكي هذا اول صحن خلص بقى هني تشيكن وهناك تشيكن ونكون خالصين ونتجه الى المطعم اللي وراه الحين باخذ بريك بخلص الاكل هذا ونروح لكم على المطعم اللي وراه باضاءه افضل ان شاء الله وبريت باك وهذا انا ونداف خلصنا وعزوز بقى البيبسي عادي تعطيني بيبسي شوي بس كافي عليك بيبسي بعد شوي شوي يعني بس ودي افهم الناس يعني تطلب واحد بيبسي شيرنج يعني انا ماني فاهم هم اللي كانوا قاعدين في السياره اثنين مو واحد ففعلا هذاك شنو شرب بالضبط ما ادري الحين وصلنا الى المطعم الثاني كوردو غني عن التعريف اقوى الشاورما ف بما ان وايد ظلمه السياره راح ندش ناكل بالمطعم ويعطيك العافيه هني معانا راح ناخذ راح ياخذ منا الاوردر نبي نفس الطلب اللي طلبوه الاشخاص اللي قبلنا بدون لا تقول لنا شنو كان الطلب بس فاجئنا فيه واحنا راح نقعد داخل اوكي لا نفس الطلب بالضبط حتى لو كان سندويش واحد يعني نشوف الطلب اللي كان قبلينا والنبي نفسه اوكي يلا خلينا داخل يعطيك العافيه ها متحمسين حماس حماس وصل وصل الكبير يعطيك العافيه طيب شنو المفاجاه الحين شنو الاكل وجبتين شاورما دجاج واثنين بطاط مخللات كاتشب مايونيز يعطيك العافيه يعطيك العافيه شكرا منور عندي في القناه حبيبي على قلبك حبيبي طيب ها في ثنتين التقسيمه شلون هذا كله حقي وانت قسم هذا انت شنو كله تاخذ الاشياء الكبيره ما يصير اجي نص بنص انا وياه اوكي هنشوف اوه ويت 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 ايه هم قاصينها ثلاثه اصلا فيعني ثلاثه وثلاثه هذه سته صح شوف هذا
شوف شوف يا جماعة، شوف شون قاصينهم، واحدة ثنتين ثلاثة وتحتهم بعد ثلاثة، يعني هو ثلاثة هني وثلاثة تحت، ستة هني بعد، أي وستة أيضا هني. أنت أوردي ما مدانا زق، قاعد أصور أنا على طول كليت. شوف 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 ترى شيء قوي والله يقرب. شوف عليك العافية. جاهز عزوز؟ لازم نخلصهم عاد، هاي وايد. أنا عبالي بس ثلاث حبات طلع، لا الستة تحت، هذه وجبة واحدة. بما أن الكمية كبيرة باكل معك؟ باكل معي حياة. نخلص الصحن هذا وبعدها نهجم على الوقت. عطى قرمة، عطى قرمة وعيش. هو قوي، كورده قوي، دعمه قوي، بس القرمة ناقصتها شيء، ثوم. اطلب اطلب ثوم زياده، اقول له اذا تبي ثوم. الثوم كله على اليمين. شنو ام انت تشذب؟ عرفني كنا نفس هذيل اللي يسوون دعايات، عرفت؟ ما اكل الحين. نشوف مبينه الفوكس السياي على العزوز مو على الصمونه. نطيح هذا الحين كله خلاص، نقضي عليه. اوكي هذه اخر وحده هني بهالصحن. اخر واحد، لا بعد فيه الصحن الثاني. اخر واحد. شبعت النار ما شاء الله. هذا شلون حق اثنين ترى؟ هذا والله شفنا ترى وايد صندوق، وايد كميه جدا كبيره بالصندوق فعلا. ها ايش صار معاك؟ صراحة يا جماعة ما توقعنا ان الكمية الثانية يا جماعة، الصحن الثاني متروس. اللهم بس خذ واحدة عزوز وتكفى تكفى. شنو كليت فيها بالضبط؟ انت شنو والله جو عملية هذا مسوي مطلع اساس ما يحب المخلل البكل، واحنا طلبنا نفس الطلب يعني، فما نقدر نغير في اي شيء، ف ما كله. فهذه الكاملة توقع يعني خلاص احنا شبعنا الصراحة. هذا المطعم الثاني وشبعنا. احنا مو مال تحديات اكل، ولكن هذا ما يمنع ان نروح محل عصير هني، في محل عصير هني ومحل عصير هناك، فنروح نروح محل عصير نختمها بمحل عصير وخلاص. اي وهذا الزايد ان شاء الله يعني، لا اكيد ما راح ينقط الحين، بنعطيه حق اي احد من عمال النظافه اللي برا او اي شخص محتاج. فيعني منها احنا استفدنا وكلينا وتعشينا، وايضا خدمه انسانيه خلينا نقول. عدل احنا محترمين احنا. زين دكتور خلصت عمليه ولا بعد؟ شلون بس الكميه يا جماعه اللي يعني مطعم كوكب، كميه الوجبه الواحده تكفي. انت قاعد تسوي اعلان صح؟ بس انت ما اكلت ببلاش، ما عزمونهم. اوكي عادي خلاص كذي يعني المستقبل ممكن. الشاورما وايد قويه والكميه جدا ممتازه وتكفي يعني. هذه ممكن انا اروح انا ونداف بروحنا نطلب هذه وحده بس كافي. تمام يلا الحين نقوم نروح المطعم. يلا حلو. هذا مطعم او محل العصير اسمه شنو؟ عصير فريش المنعش. وشو انه في سياره هني فراح نقدر نطلب. اوه دايركت حبيبي على طول. زين انت طالعتني السلام. يعطيك العافيه. هو مال العصير عدل؟ ايه. اوكي انا قاعد اصور تحدي على اليوتيوب، هل عادي تطلع معي في الفيديو ولا لا؟ لا. طيب ابي نفس طلب السياره اللي على يميني اللي لسه ماخذ الطلب، بدون لا تقول لي شنو كان الطلب، اعطيني اياه وانا اشوفه واتفاجئ فيه واحاسبك. ماشي يعطيك العافيه. شوف خليني اقول لك شيء، انا هذا يوم طالعني اعطاني شيء هذه، احس انه راح يدش راح يطلع لي راح يخلط لك شيء عمرك ما جربته. لا احس بيعطيني 6 7 كراتين عصير بقص علي. زين النظره تخوف. كين مطعمين طافوا كان فيهم كينت. لا هذا في كينت اكيد في كينت، بس انا تعرف شنو خايف؟ انه يكون مثلا عصير واحد، احنا شلون راح نشارك بالعصير؟ عرفت؟ عليك بالعافيه. انا الصراحه انت شنو فل؟ انا فل عزوز؟ فل. شنو؟ والله زين لو كانوا 3 عصير
او اربعة نصب فيهم ناخذهم معانا ونقعد الحين بالمكتب ها احنا نلعب جيمز تطق لنا شويه عصير ها على كيفك روق الله يستر بس هذا اخر مشوار لنا اليوم ولكن الوعد ان شاء الله في المقاطع القادمه راح نطلع طلعه صباحيه يكون الليت فيها تمام على اساس شنو تشوفونا ونشوفكم وبنسوي اكثر من شيء ان شاء الله في المستقبل اما قبل لا اختم ونوصل الى اخر طلب حاب بس اقول لكم ان فتحت قناه جديده انا وان الداف خاصه فينا متعلقه في لعبه اسمها وورد اوف ووركرافت او سلسله العاب ووركرافت الرابط راح يكون في الديسكربشن تحت اتمنى تسوي لي فولو هناك عفوا مو فولو سبسكرايب وتشاركون في الجيف اواي اللي مقدمه لكم انا والنداف وايضا شركه بليزرد الشرق الاوسط لعبه ووركرافت موجوده عندنا هناك على السحب كل اللي عليكم تسوون ان تدخلون الرابط مال القناه وتشوفون الفيديو الاول الموجود وتحطون تعليق بس اي احد يحط تعليق هناك راح يدخل السحب على كود للعبه اللي راح تنزل ان شاء الله بعد شهر تقريبا اسمها ووركرافت ريفورجد فلا تنسون تدعموني هناك يا شباب لان انا والنداف راح نشتغل عليها وراح تكون متعلقه في هذه اللعبه فلو تعرفون اي شخص يلعب هذه اللعبه او يحبها او انه يعني شخص قديم من زمان يلعبها طرشوا له هذا المقطع او حتى شخص بخاطره يلعب اللعبه ويبي مكان يرجع له هم يسوي لنا بالضبط سكرار. لان القناه هذه انا ما راح اقول لكم شنو انتوا دشوا وشوفوا القناه عباره عن شنو شيء اسطوري الانترودكشن راح يعجب مو الانترو يعني او الانترودكشن راح يعجبكم شيء خطير واحنا طرا حلو واحنا طرا قاعدين نسولف على صار ناطرين العصير ف طرا يعني يلا شكله مطول باخذ بريك بسولف معهم شوي ولا تنسون تحت الديسكريبشن اول رابط اوكي خلص خلكم شنو العصير اللي واحد يعطيك العافيه هذا شنو هذا ريدبول لا انا ما ينفع ليش الريدبول هاك مبروك عليك من الداف مبروك عليك انت شكرا كم الحساب دينار اي عندك كانت ولا ما في الحمد لله في كانت يا جماعه اوكي انا صدقنه هو تحدي بس انا الريدبول مو زين انا يعني عندي مشاكل بالقلب اذا شربت ريدبول يمكن خلاص يغمى علي وعزوز لا ما راح اعطيك تشرب ريدبول وانا ما اقدر اشرب ريدبول ما يصير نبدل السلام ورحمه الله يلا حبيبي عوافي هذه بس علشان المصداقيه ولو انه يعني لا يفضل ان الشخص يصور الاعمال هذه ولكن علشان لا احد يطلع لي بالتعليقات ويقول ادعيج انت نصاب انتوا قطيتوا الاكل حرام تبذير وغيره لا احنا نستفيد غيرنا يستفيد والحمد لله على النعمه هذه وبكذي نكون وصلنا معاكم الى نهايه هذا المقطع اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا معانا هذا كان نهايه الجزء الثاني من فيديو طلبت نفس السياره اللي قدامنا بس احنا هو ما طلبنا السياره اللي قدامنا طلبنا السياره اللي يمنا هالمره وقلت لكم شنو ان هالمره كان في اكل وايد وشبعنا الحمد لله احنا ما طلبنا الا مطعمين اكل وايد بس شنو اكل شاورما 6 حبات بطاط لعقب باكر صمونه هالطول فعلا بس يعني الحمد لله كان اكل وايد حلو الصراحه ياز لي هذا شو اسمه كبوربريا ما شنو كبوريا كان جبار والله انا لازم كوردو الكميه مالته كانت خيال هذا لا هذا عارفين كبوريا كان اول مره انا اجربه الصراحه دائما اسمع الناس يقولون كبوريا بشارع المطاعم فيسوى ان الواحد يروح يجربه عموما ما بيطول عليكم اذا حابين تشوفون الجزء الثالث تبي في ثالث بعد اذا حابين تشوفون الجزء الثالث انت الثاني ما كنت صامل فيه اكتبوا لنا تحت بالكومنتات اذا تبي تشوفون الجزء الثالث من وكتبوا لنا بعد شنو كتبوا لنا المطاعم اللي تبون نروحها اي اوكي بس هني الديل بارت 3 راح اخذ من التعليقات تحت اسامي مطاعم من عند انت راح تحددوا شو المطاعم بس تكفى تروحون المطعم سوري مطعم حلوه طعم حلوه تكفو بس تكفو بعد مره عشان خاطر ما نبي وايد تكتبون لنا تحت بالتعليقات اسامي المطاعم واحنا ان شاء الله في الجزء الثالث راح نصور لكم في المطاعم اللي انتم بتختارونها تحت بالتعليقات اخيرا لا تنسون لايك وسبسكرايب ونشروا هذا المقطع ولا تنسون دشوا على الرابط الاول في القناه اللي مالتي انا والنداف سووا لنا سبسكرايب قول هناك ومسا وسيا بيس